نعم. يقول فضيلة الشيخ: يوجد في بعض المساجد مصاحف قديمة كبيرة الحجم وردت قديما من خارج هذه البلاد كهدية للحرم أو غيره من المساجد، وبعد فتح المجمع لطبع المصحف في المدينة ترك الناس هذه المصاحف فتراكم عليه الغبار أو قل القارئ فيها. السؤال: هل يجوز لي أخذ واحد منها لوضوح حروفها ولحاجة للقراءة فيه، وأجعل مكانه مصحفا آخر مما يقرأ الناس فيه، بل أجعل بدله 10 بنية صاحبها، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم. الناظر على المساجد وعلى ما يوضع فيها من المصاحف والكتب هي وزارة الأوقاف، هي الجهة المسؤولة، فإذا اتفقت مع الوزارة أو مع الناظر على مساجد هذا البلد الذي أنت فيه على أن تأخذ هذا المصحف وتضع بدله مصحفين أو 3 أو 4 ووافقوا على ذلك، فإن هذا جائز، ولا يحل لهم أن يوافقوا إلا إذا كان هذا المصحف الذي تريده متعطلا لا يقرأ فيه. أما أن تفعل ذلك بنفسك فإن هذا حرام، لأنه لا ولاية لك على هذا المسجد. نعم.